فعلا احنا هنتكلم، انا عايز اتكلم عن موضوع شيق وشغل المصريين اليومين اللي فاتوا امبارح اجمالا. يعني محمد صلاح نزل صوره له اول امبارح وهو بيقرا في كتاب، يعني النسخه العربيه من كتاب فن اللامبالاه. يعني انا مش عايز اقول الاسم بالانجليزي لان في كلمه في الاخر احنا ممكن نسيء تفسيرها يعني، لكن ترجمته العربيه فن اللامبالاه. محمد صلاح بمجرد بتاع كتاب مارك مانسون اللي هو الكفر بتاعه على الشاشه، ترجمه العربيه الحارس النبهان. عايز اقول لحضراتكم محمد صلاح بمجرد ما نشر صورته وهو بيقرا الكتاب دوت، يعني اولا كل الناس على السوشيال ميديا ما بتتكلمش غير على الكتاب، البحث عن الكتاب هو الاعلى على كل محركات البحث جوجل وكل محركات البحث اللي موجوده وفيسبوك وتويتر. طيب الاجمل من كل دوت مارك مانسون اللي هو المؤلف الامريكي، وهو واحد من المؤلفين المهمين جدا دلوقتي هناك، لان كتابه الاكثر من الكتب الاكثر مبيعا، وهم عندهم دي حاجه كبيره جدا، البيست سيلر دوت يعني للكتب حاجه مهمه جدا. يعني عمل تويته امبارح ونشر فيها صوره محمد صلاح وبيشكره على اولا كاتب له لاف ماتش، يعني بحب مو صلاح، وبيشكره على ان هو بيقرا كتابه ثانكس. يعني عايز اقول لحضراتكم بصوره ببوست عمله محمد صلاح، اولا خلى اهتمام ناس كتيره جدا جدا بفكره القرايه في حد ذاتها بغض النظر عن الكتاب، لفت انتباه واحد من اهم الكتاب في الولايات المتحده. وعايز اقول لحضراتكم هو النهارده وهو بيشكر محمد صلاح، هو يعني جزء من المساله، هو بياخد من يعني لو اي واحد نشر صورته وهو بيقرا الكتاب ما اعتقدش ان هو هيهتم قوي مارك مانسون ان هو يرد عليه، لكن هو بيستفيد بجزء من شعبيه صلاح رغم ان حتى في العالم، لان كره القدم بتاعتنا دي ما هياش من اللعبات المهمه قوي في الولايات المتحده الامريكيه. طيب مارك مانسون وصوره صلاح وفن اللامبالاه، ده ما بيوقفناش عند حاجات كتير، بيوقفنا عند حاجات كتير. اولا مساله الاستفاده من صلاح، انا في تقديري صلاح كنز قومي مفيش خلاف، ازاي نستفيد منه في حاجات كتير. استفدنا منه في حمله المخدرات، ودي كانت الحاجه الوحيده المنظمه اللي اتعملت للاستفاده من محمد صلاح، وكانت عظيمة. وبشهادة الناس القائمين قالوا ان في اول يوم نزل فيه الاعلانات بتاعت انت اقوى من المخدرات، الاقبال زاد عليهم 400% 400% من اول يوم نزل فيه الاعلان. ما اعرفش دلوقتي مردود الحملة ايه، لكن المسألة ان فيها تفاصيل كتيرة ممكن الاستفادة منها في حاجة زي القراية. القراية دي مش حاجة رفاهية، كنا لسه بنتكلم على الموضوع ده من كام يوم، مش حاجة رفاهية. طيب بس القرايه؟ لا مش بس القرايه. انا لفت انتباهي في البوست بتاع محمد صلاح ان هو عامل تشيك ان في بيروت لبنان، هو بيقضي اجازته او جزء من اجازته، طبعا موجود في مصر دلوقتي لكن كان جزء من اجازته في لبنان. احنا عندنا اماكن كتيره جميله، طبعا كل الحب والتقدير للبنان، بلد جميل وشقيق وكل شيء، احنا عندنا اماكن كتيره جميله. محمد صلاح لما نزل صورته عند الهرم السنه اللي فاتت لو حضرتك تفتكروا على الحساب بتاعه على تويتر، الدنيا اتقلبت، الصوره لفت العالم، وما كانش محمد صلاح بهذه الشعبيه الجارفه والسيزون الرائع اللي عمله مع ليفربول. احنا بنتكلم على يعني كميه متابعين لهذا الرجل من جميع انحاء العالم. أنا لغاية النهاردة ما سمعتش إن حد من وزارة السياحة اتكلم مع محمد صلاح أو حاول، وما أعتقدش إن هو هيتأخر إن هو يدعو الأجازة مع أسرته، إن هو مش عارف ليه. فأبسط الحاجات حتى لو صورة لنشرها دي بتأثر على ناس كتيرة جدا، عشان إحنا عارفين الفيدباك والناس اللي بيتابعوه ناس كتيرة جدا، زي مثلا مارك مانسون ما هو في الآخر خد دعاية من إنه محمد صلاح كان بيقرأ الكتاب ده مع بابليستي. إزاي يا فرح بالمسألة وعمل بوست لحاجة زي كده؟ إحنا كلنا بصينا على الصورة، في ناس بدات تقول ومحمد صلاح ليه يقرا فن اللامبالاه يعني، لكن شوفي قد ايه التغيير اللي عمله بصوره. بالظبط، تغيير ايجابي، وده اللي احنا محتاجينه، هو قدوه يعني، وكل حاجه بيعملها الناس بتمشي وراه والناس بتحاول تقلده، فليه ما نستغلش ده وما نستفدش من ده؟ فعلا عندك حق يعني، وخصوصا لما يكون عندنا حد يعني عنده وطنيه محمد صلاح، عنده القدره على التاثير، ما بيتاخرش عن اي حاجه تخص البلد. بالظبط، بشكل حقيقي. اتمنى ان احنا
هنستفيد منه في الثقافه وفي السياحه وفي حاجات كتيره بدون تاثير عليه. يعني اظن ده هيكون اهم بكتير من التفاصيل الخايبه اللي اثرت عليه واثرت على تعقداته وكده. حاجه زي كده عمره ما هيتاخر عنها. صح. صوره في مكان سياحي عمره ما هيتاخر عنها. اهتمام بثقافه او حاجات تتعمل بطريقه ناعمه، مش لازم محمد صلاح يطلع يقرا يا جماعه، ما كانش حد هيقرا. بالظبط، ده حقيقي. هو بدا بنفسه، يعني هو بيعمل حاجه هو بيحبها، يعني فبالتالي بيوصل للناس. يعني اي حاجه بتطلع من القلب بتوصل للناس. السياحه لو طلع في كامبين مخصوص للسياحه ما اعتقدش انه هياثر نفس التاثير بالطريقه دي. صح، انا معاك 100%. صح، اتمنى ان ده يحصل. طب انا عايز